المساهمة في صندوق تدبير جائحة كورونا كوفيد-19. لنتعرف أكثر عن هذه المباراة ونعرف عنها أكثر وعن كيفية المساهمة المادية في الصندوق، نربط الاتصال مباشرة مع الزميل خالد أزدون الذي يوجد الآن بأرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء. مساء الخير خالد. مساء الخير مريم. نحن اليوم أو الآن وسط أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء. هذه الأرضية أو هذا المركب الذي بصم على محطات تاريخية في كرة القدم الوطنية وما زال يقوم بذلك. نحن اليوم بصدد مباراة افتراضية بين الغريبين، تذهب مداخيل هذه المباراة لصندوق مكافحة كوفيد-19. يبدو بأن المدرجات خالية مريم، لكن واقع الأمر يقول غير ذلك بحكم أن التذاكر التي طرحت لهذه المباراة بعت عن آخرها كلفت المهمة وأيضا كبيرة وإنسانية من جماهير الغريمين التي اقتنت التذاكر بأعداد هائلة مساهمة منها في محاربة هذا الوباء. لست وحدي في المركب، معي حكم هذه المباراة الافتراضية السيف شعيب الحرج الذي حكم مجموعة كبيرة من الدربيات بين الغريمين. اليوم سيف شعيب تحكم مباراة افتراضية بين الغريمين في حركة إنسانية مهمة سيف شعيب الحرج. بطبيعة الحال سي خالد، فالتواجد ديالنا هنا بهذه الأرضية الجميلة التي افتقدناها والسبب هو وباء كورونا، هذا الوباء الشرس الذي حرمنا من مجموعة من الأشياء، حرمنا من الجماهير، حرمنا من متعة الرياضة، حرمنا من الاستمتاع بمجموعة من الأمور. الأكيد أننا خصنا نرجعوا الحياة ديالنا للمسار ديالها الطبيعي، وباش نرجعوها خصنا أولا كل واحد يساهم من الموقع دياله. هذه المساهمة ممكن تأخذ عدة أشكال، فالأكيد أول مساهمة اللي خصنا نلتزموا بها وهي التزام التدابير التي تضعها السلطات الحكومية. المساهمة الثانية وهي أنها تقدر تكون مساهمة معنوية، تقدر تكون مساهمة مادية، فالأكيد الأكيد أن كل مواطن وكل رياضي عنده واحد المساهمة اللي قادر يساهم بها. إلا بقى المواطن حتى في البيت دياله فهذا يساهم في الحماية ديال المواطنين ويساهم في الحفاظ على الوطن دياله، فالأكيد أننا خصنا نتحدوا جميعا من أجل المحاربة ديال هذا الوباء الفتاك، هذا الوباء الشرس، لأن المقابلة ديالنا معه غدا تكون مقابلة قوية وغادي ننتصروا عليها إن شاء الله. حتى على مستوى التحكيم سوف تكون مباراة قوية بالنسبة لك شعيب الحرج. دائما مع المساهمات معنا نموذجين ساهما من في هذه المباراة عبر اقتناء التذاكر، معروفان بانتمائهما، لكن حتى نبقى محايدين سوف نقوم بعملية القرعة لنتعرف من سيتحدث أولا عن هذه العملية. إذا قبل ما غادي نمشيو للقرعة، فأنتم كتعرفوا التعليمات ديال هذه المباراة، فأولا يجب أولا البقاء في البيوت والخروج لا يكون إلا للضرورة القصوى. إذا كنت غادي تخرج خذ الكمامة ديالك وتعقيم اليدين باستمرار والنظافة بصفة عامة اللي هي خصها تكون دائما. المسألة الثالثة مسافة الأمان اللي خصها تكون دائما حوالي متر ونصف ما بينك وبين الأشخاص، والأكيد أنه يجب علينا أيضا الابتعاد عن الأماكن المكتظة بالناس اللي خصنا نبعدوا منها، وهاد الوسائل هذه هي اللي مش انا غادي تخلي المقابله ديالنا دوز في واحد الجو ان شاء الله اللي غادي تكون فيها الروح الرياضيه، وغادي يكون الفوز ديال الفريقين ديالنا ضد وباء كورونا ان شاء الله. غادي نديروا القرعه. عندنا اللون الاخضر اكيد غادي يكون ديال السي حمزه الفيلالي، اللون الابيض ديال السي مجيد الخال. إذن سي مجيد هو اللي غادي يكون. نعم. إذن وجهتنا إلى المدرجات الشمالية، مدرجات الوداد المعروفة، مجيد الخال حارس سابق بالوداد الرياضي وأيضا مشجع معروف للوداد الرياضي سي مجيد الخال. هي التفاتة مهمة وأيضا حركة إنسانية مهمة من جماهير الوداد، وداد الأمة، وداد المقاومة، معروف عليها يعني المواقف الإنسانية ديالها. يعني جماهير الوداد قامت يعني وشاركت بشكل فعال في هذه الحركة. والفريق الوداد البيضاوي معهود عليه بانه ديما كيشارك في هذه الحملات التضامنيه فيما كيطلب منه الامر، وكنعرفوا ان فريق الوداد البيضاوي منذ الاستعمار هو
يعني كيقوم بهذا يعني بالكفاح لاجل هذا الوطن. جات دابا فرصه بان فريق الوداد البيضاوي ينخرط كما انخرطوا مجموعه من الهيئات، لا لجنة الاولمبيه المغربيه، لا الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، لا الهيئات الرياضيه الاخرى اللي ساهموا، حتى فريق الوداد البيضاوي في الدور ديالو، والمكتب المسي المصير يعني مشكور انه كان عنده هذه البادره وطرح تم طرح يعني تذاكر ديال هذه المباراه الافتراضيه باش الجمع يعني اموال اللي تضخ في صندوق اللي داروا صاحب جلاله الملك محمد السادس نصره الله للمكافحه ديال هذا الوباء الخطير. ويعني كانت يعني انتم كوداديين كيفاش عشتوا هذه المرحله، خصوصا بان منذ اعلان عن انشاء صندوق ومنذ اعلان عن المباراه الافتراضيه جماهير الوداد يعني تفاعلت بشكل واضح وكبير وفعال؟ هذه هي الفكره اللي كنوصل، هو انه فريق الوداد البيضاوي منذ طرح ديال التذاكر عرفت واحد الاقبال يعني كبير وكبير جدا، انه بيعت اكثر من 60,000 تذكره، بالاضافه لانهم تم طرح اقمشه فريق الوداد البيضاوي يعني كل بالتجربه كل 20 دقيقه في تم طرح ديالهم كنبغيو يعني نشريهم كنلقاهم استنفذوا. هذا ما عندنا الا اننا نشيدوا بهذه الجماهير الغفيره والجماهير العامه ديال المغاربه، لان كنظن ان فريق الوداد البيضاوي ماشي هو الجمهور ديالو الوحيد اللي احسن التذاكر، يعني جمهور من كافه ارض المملكه حتى هما ساهموا في شراء التذاكر. جيد الخال شكرا لك، والوجهة هذه المرة للمدرجات الجنوبية حمزة الفيلالي المنشط المعروف، وحتى أن حمزة دائما يعني مكانك في المباراة في الرجاء يكون في المقانة المعروف بالمقانة. حمزة جماهير الرجاء يعني بأعدادها الكبيرة دائما ما تكون سباقا لمثل هذه المناسبات الإنسانية. شوف خالد، على مر التاريخ جمهور ديال الرجاء معروف بأي مبادرة إنسانية تكون حاضر فيها، أي مبادرة إنسانية كانت كيكون حاضر، لأن جمهور ديال الرجاء حنا كثار تبارك الله، حنا الصوت ديالنا ما كيبقاش غير في الوطن، تيخرج من الوطن، يعني رجاء العالمي العالم كامل تسمع أي حاجة تنقولوا، وهذا خير مثال وجودنا اليوم. التذاكر اللي تحطت في المباراة الافتراضية جمهور الرجاء اقتناه، ومن غير هذه المباراة جمهور الرجاء دار بزاف ديال المبادرات إنسانية على أرض الواقع يعني، وعاون بزاف ديال الناس، وهذا الشيء كيخليني أنني نفتخر بزاف أنني نكون رجاوي، وأنني هذا الفريق نبغي حياتي كاملة. بغيت كذلك نشكروا سيدنا الله ينصروا على المبادرة اللي داروا، الأوامر اللي عطا اللي خلتنا صراحة نفتخروا بزاف بالوطنية ديالنا، وغنبقاو نفتخروا بها إلى الأبد. بغيت نشكر صحفيين خوتي اللي تيخاطروا بنفسهم من أجل المعلومة، بغيت نشكر الفنانة خوتي تاهما اللي كي وصلوا تيديروا التحسيس ديالهم بطريقتهم، سواء بالضحك ولا بالغناء ولا باي حاجه، مهم الميساج كيوصل. وكذلك بغيت نشكر واحد الناس اللي مهمين بزاف بزاف بزاف، هما الاطباء والسلطات المحليه اللي تخليو ولادهم والامهات ديالهم وعائلاتهم باش يحميوا هذا الوطن ويحميونا، الله يخليهم لينا. ومن هذا المنبر نقول لهم انا راه شهر ما خرجش دابا خارج على قبل هذا البرنامج. هذا هو السؤال اللي غنصح لك حمزه، يعني اكيد بان انت كتحضر المباريات ديال فريق الرجاء الرياضي، احساسك اليوم يعني الملعب فارغ، يعني اكيد انك اشتقيتي للاجواء ديال خويا، الفرحه والحزن في نفس الوقت، لان ما مولفينش نشوفوا هاد التيران خاوي، ما مولفينش نشوفوا المكان خاوي، دائما كتكون عامره، دائما التيران عامر، ولكن هاد الشيء يعطينا طاقه ايجابيه باش نضامنوا ضد هاد الوباء، نبقاو في ديورنا، نديروا اليد في اليد، ونرجعوا للتيران ونشوفوا السكوادرا ونشوفوا اللعابه ديالنا ونفرحوا ونشطوا مجموعين، خاصنا غير نتضامنوا، كونوا يد وحده وان شاء الله كل شيء دايز، هذه فتره ودايزه. نعم، كيبقى السؤال مطروح دائما، العلاقه الجدليه ما بين الرجاء والوداد، شكون اللي غيربح في هاد المباراه؟ هي اول حاجه هي مقابله ما فيهاش يعني فخصم اللي هو عانيد وعانيد جدا، ما خصك دير مع الهجوم يعني خصك تركن للدفاع، بالاضافه الى ان عندنا الحمد لله المهاجمين اللي هما الاطباء هما السلطات المحليه ولا الناس اللي كيسهروا على السلامه ديالنا والاوامر. بالنسبه لحنا فريق الوداد البيضاوي منذ طرح ديال التذاكر يعني عرفت واحد النسبه قياسيه ديال البيع ديال 60,000 تذكره، هذه بادره طيبه وكنتمنى انها تعمم جميع ربوع المملكه. كما قال مجيد الخال مزيان، زعما الجمهور ديال الوداد اقتنى التذاكر المره، زعما هو الاول سال التذاكر، ولكن ما تنساش ان الفريق ديالنا معروف بالريمونتادا، وغنبقاو نديروا ريمونتادا ان شاء الله. الا كانت ريمونتادا من اجل الوطن لماذا؟
كاين ريمونتادا. نعم دائما الجدليه القائمه في يعني المدرجات بين جماهير الغريمين قائمه، لكن هذا لا يفسد للود قضيه. قضيتنا اليوم هي محاربه هذا الداء، داء كوفيد 19. انطلقت المباراه هنا، لن نتعرف عن الفائز فيها، الفائز سوف يكون هو بلدنا الحبيب، في انتظار نتائج مباريات بمختلف الملاعب الوطنية الأخرى بين الأندية الأخرى. أعود إليك مريم.